خبره. طيب، حلمت أني رجعت لبيت طليقي، يعني رجعت له وكنت أحمد الله وكان في سرير جديد ورغيف خبز جديد. للعلم مطلقة. مطلقة، طلقة واحدة، طلقتان، ثلاثة. هل لديك أبناء؟ ليس لديك أبناء؟ يا جماعة الخير اذكروا التفاصيل. الحين مجرد كلمة رجوعك لزوجك لطريقك، إذا كان هناك فعلا محاولة للإصلاح فالحلم هذا يقع كما هو، يعود لك الزوج طريقك بشكل جديد بأسلوب آخر في التعامل، باحترام أكبر من السابق. ولكن إذا ما كان في إصلاح، ما في كان في بينك وبينه محاولة الإصلاح، إذا كان لديك أبناء، أبناء منه أو بنات، فسوف يحاول التقرب منك فقط من أجل الأبناء هذا، والله أعلم.